ونحرص على الأوقات، فالمرء لا يدري متى يرتحل، وما دام لا يدري متى يرتحل فالواجب عليه أن يستعد للرحيل، ولا سيما إذا كان الطريق فيه خوف والعطب متوقع في الطريق المخوف، وطريقنا إلى الله قد حف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي. ولا شك أن المكروه ثقيل على النفس فيحتاج إلى المجاهدة، وأما الهلاك والعطبة فسهل على النفس، وما هو إلا أن يدعها وشهواتها فيحصل لها ما تحب، ولكن العطب في ذلك كله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من النقاد البصراء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجاهد نفسه في ذلك كله، وأن يرزقنا وإياكم سلوك طريق العلماء العباد الصالحين الزاهدين، وأن يرزقنا وإياكم التدبر في كتابه، فإنه جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جمع من الصحابة والتابعين عن أواخر سورة الزلزلة عن هاتين الآيتين: والله إنه لإحصاء شديد. فإذا كان الذرة يحاسب عليها وتكتب له أو عليه فسيواجه بها يوم القيامة، هذا والله إحصاء شديد. فيا معشر الأحبة، لنكن من أنفسنا واقفين موقف الناصح لها، المريد نجاتها، البعيد عن الاغترار، لأنه غالب في هذا الباب. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل النجاة، وأن يجنبنا طريق العطب والهلاك، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن انتفع بعلمه واهتدى به إلى ربه ووفق لعمل الحق وقول الحق وهداية الخلق وإرشادهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.